ظهور جديد ملفت لنسرين الأمين من قلب الحدث في الترند. لايك كل الصور. شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها متابعينها عبر حسابها على موقع الانستجرام بصورة لها جريئة. ظهرت الفنانة نسرين أمين بأطلالتها الجريئة والمثيرة، مرتدة بفستان الأسود ذات فتحة من الساق، وكما اعتاد من وضع المكياج بلمسات بسيطة، وتركت شعرها منساق إلى كتفيها. شكرا لكم، ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك في تفعيل الجرس على قناة الاعلامي صاحب بركات، وكل يوم ترند جديد مع الاعلامي صاحب بركات.